النور يسأل عن ترابك أسئلة، فقلت يا نور لن تتحمله، ذاك التراب يضم أطهر نطفة خلقت قداستها لأرفع منزلة، ذاك التراب وليت نفسي رملة في قبره وبوجهه متأملة، خلق الجمال لمثل صورة وجهي حتى الجمال إذا رآه تجمل، سبحانه من بالحسن كمل خلقه، سبحان من بالخلق ربي كمله. كل اتجاهات الحياة متاهة وبك الوصول وأنت سر البوصلة، منفاي أنت على هداك سأهتدي، وإذا ضللت تلوت آية الزلزلة، تمضي الحياة ونحن بضع أهلة وبهديه هذه الحياة مذللة، الله في القرآن أعلى شأنه وهباه من وحي السماء تبتلة، الله يا أصحابه لو أنني من أهل صفته غسلت أنامله، ولكنت أول من يراه صبيحة، ولكنت آخر من يفارق منزله، فإذا ذكرتك أستعيد لياقتي وكأن روحي في السماء مهرولة، وإذا رأيتك في المنام لمحتلي دمعا يكفكفه الحنين من الولا، صلى عليك الله في ملكوته ما مر ذكرك على اللسان وبلله، اللهم صل وسلم على سيدنا. طيب أنا أسألكم اليوم، جاكم مقطع في قصيدة بعنوان النور يسأل عن ترابك أسئلة فقلت يا نور لن تتحمله، جاتكم هذه؟ أنا ما جاء غني شيء. من أتته هذه؟ قصيدة كده منتشرة الآن في الواتس، واحد جالس وبجوار واحد من الدولة. يا شاب كده جالس يرخي قصيدة يقول النور تدعس عليه حاجة زي كده يا شيخ، كيف إنه يضع خده وتدعس عليه؟ لا 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 لا، هذا شاب، هذا شاب جالس وبجواره شاب آخر من ذوي الاحتياج الخاصة وجالس يقول القصيدة هذه، النور يسأل عن ترابك أسئلة فقلت يا نور لن تتحمله، ذاك التراب يضم أطهر نطفة خلقت قداستها لأرفع منزلة، ذاك التراب وليت نفسي رملة في قبره وبوجهه متأملة، كل اتجاهات الحياة متاهة وبك الوصول وأنت سر البوصلة، وإذا ضللت تلوت آية الزلزلة، الله يا أصحابه لو أنني من أهل صفته غسلت أنامله، ولا كنت أول من يراه صبيحة، ولا كنت آخر من يفارق منزله، فإذا ذكرتك أستعيد لياقتي وكأن روحي في السماء مهرولة، وإذا رأيتك في المنام لمحتلي دمعا يكفكفه الحنين من الولا، جاتكم هذه؟ طيب أيوة جات جات أيوة في ناس مخا حمر ها؟ شابين جالسين جنب بعض لابسين أشمخة حمر، أيوة واحد كده والثاني جالس على كرسي متحرك. نقول هذه أيها الكرام الفضلاء، هذا هو من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وأيضا فيها من المفاسد أيضا هو وصف النبي بالنور، وهذا فيه حديث باطل لا يصح، حديث منسوب لجابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهذا حديث باطل ولا يصح البتة أيها الكرام الفضلاء. قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى باطل ليس له إسناد معتمد. أيضا القصيدة بعنوان ترياق عاشق، والعشق هو من أوصاف الصوفية، أما أوصاف أهل السنة فهو الحب، إن الذين الود قال تعالى يحبهم ويحبونه، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيضا كلمة خلقت قداستها يتكلم عن هذه النطفة، لا يجوز وصف النطفة بالقداسة، بل إن أهل العلم يقولون وإن كان الرسول في ذاته مقدس لكن لا يصح هذا الوصف به حتى لا يأتي إلى الغلو، فكيف إنك تتكلم عن النطفة تصفها بالقداسة، والله عز وجل قال في ذلك من ماء مهين، وهذا هو الغلو المنهي
المنهي عنه. أيضا من المخالفات فيها أيها الفضلاء الكرام هو التنقص من حال الصحابة لما قال أواه يا أصحابه، يعني كأنه يتوجع، هذا يسمى أسلوب التوجع والتفجع والشكوى أن الصحابة لم يقوموا بحق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه والعياذ بالله فيه سوء أدب مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يؤذى الصحابة أو أن يتنقصوا أو أن يتكلم فيهم، وهو القائل أصحابي لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه، وكيف وقال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربهم، وهم الذين يعني خادموا النبي عليه الصلاة والسلام وفدوه بأهلهم وأموالهم وكل ما يملكون في هذه الدنيا. هذا يقول لك أواه يا أصحابه لو أنني من أهل صفته غسلت أنامله، يا أخي ما حد طلبك تغسل أنامله يا أخي عليه الصلاة والسلام، إنما طلبك أن الله عز وجل أنك تتبعه. ولذلك قال الحسن البصري إن قوما زعموا حب النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تجد بعض الناس أيها الكرام الفضلاء يأتي مثل هذه القصائد لما تنظر إلى سمته ودله لا تجد فيه خصلة من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بابا من اتباعه عليه الصلاة والسلام، لا في سمت ولا في دل. وصدق ربي ومن أصدق من الله قيلا، وصدق ربي ومن أصدق من الله حديثا، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وانظر إلى الغلو لما يقول وليت نفسي رملة في قبره وبوجهه متأملة، انظر إلى هذا الغلو، نسأل الله السلامة توام والعافية، الذي يدل على الغلو والذي يدل على الشرك في النفوس، يقول لك يا ريت لأنا كنت رملة في القبر عشان أطالع في وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما يقول أيضا وإذا ضللت تلوت آية زلزلة، إيش في آية زلزلة؟ ولم يرد في فضل صورة الزلزلة حديث، لكن هذا كله من باب أنه تمشي القافية يؤتى بأي كلام ويرصف أي كلام إلى غير ذلك. ولكنت أول من يراه صبيحة ولكنت آخر من يفارق منزله، يا أخي هذا ليس فيه فضيلة، ولو كان فيه فضيلة لحرص عليه الصحابة، بل إن الله عز وجل نهاهم أنهم يجلسوا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويؤذونه بهذا الجلوس، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الأحزاب 53، لو كان في ذلك فضيلة لدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ولحرص عليه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأبيه وأمه. كل هذا من الغلو الذي يدل على الجهل أيها الكرام أيها الكرام الفضلاء. ثانيا أقول لك فإذا ذكرتك أستعيد لياقتي، إذا كنت تعتقد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر بذاته في استعادة اللياقة واستعادة النشاط فهذا شرك أكبر. وإذا كنت تعتقد أن ذكر النبي سبب في استعادة اللياقة فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر أيها الكرام الفضلاء. فهذه كلها قصيدة من أولها إلى آخرها، وهي طبعا موجودة لشاعر اسمه عبد الله الملا في ديوان بعنوان أزيز، والقصيدة عنوانها ترياق عاشق، ومنتشرة في اللي كانت من 2019 جريجوريان في اليوتيوب، لكنها
خلال الساعات الماضية انتشرت في وسائل التواصل المختلفة، وأتتني من عدة أناس حقيقة وطلبوا فيها الرد أيها الكرام الفضلاء. فأحببت أن أذكر ردا سريعا هنا في هذا المجلس، وأسأل الله لكاتبها الصلاح والتوفيق وأنه يرجع عنها أو أن يزيلها أو أن يقوم بتنقيحها حتى لا يقع في هذه الآثام الكبيرة من تنقص الصحابة ومن الغلو ومن الوقوع في بعض الأمور المخالفة للأمور الشرعية، فإن قدر النبي عظيم، وأعظم قدر له عليه الصلاة والسلام هو عدم إطرائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأبي هو أمي، وهو الذي أوصى هذه الأمة بأن تبتعد عن الغلو وأن تبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا الغلو. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تبتعد عن العقائد أيها الفضلاء الكرام، العقائد التي هي عقائد الصوفية التي تنتشر عند بعض الناس الذين لا نظن بهم سوءا نظن بهم خيرا، أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يتقربوا بحبه، لكن التقرب بحب النبي عليه الصلاة والسلام يكون باتباعه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهو القائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحذر من الغلو لما مدحه ذلك الرجل وقال: وفينا مدحت تلك المرأة الجارية الصغيرة وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: قولي مثلما كنت تقولين في الأول، فإني والله لا أعلم ما يفعل بي غدا. ولما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا، ما شاء الله فقط، ما شاء الله وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في عمدة هذا الباب: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال عند البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وهذا فيه نهي منه عليه الصلاة والسلام أن يمدحوه فيبالغوا في مدحه. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند أحمد والبيهقي وصححه العلامة الألباني: لما رأوه قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: يا أيها الناس، قولوا بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ثم تأتي وتقول: يا ليتني كنت رملة في قبره وبوجهه متأملة. الصحابة أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولن يأتي أحد يحب النبي كحب الصحابة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهم صلى الله، وبشهادتهم وبشهادة الله عز وجل لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما قال أحد منهم مثل هذا القول أبدا، لم يعرفون أنه قول باطل وأنه قول غير صحيح. لذلك أيها الكرام الفضلاء، الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. وكلمة أواه يا أصحابه، هذا تنقص لقدر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن تنقص هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو الذي وضح وقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يخرجوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. فالصحابة لا يتنقص من قدرهم ولا يعرض بهم أبدا عليه الصلاة والسلام. واحد من الناس يوما كان في حضرة حذيفة بن اليمان قال: والله لو كنت شاب كده متحمس
قال لو كنت عند النبي لرفعناه فوق رؤوسنا. قال يا هذا، قال يا هذا اتق الله وسل الثبات، فإن قوما رأوا النبي فكفروا به وكبهم الله على وجوه في جهنم. إن قوما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فكبهم الله على وجوههم في جهنم. فيأتي إنسان ويتنقص من الصحابة، إذا أردت أن تقول كنت ينبغي أنك تغير هذه وتقول مثلا واهن يا أصحابه، لأن واهن تفيد التعجب وأواه تفيد التنقص والتوجع. ولذلك قال الرجل واهن لريحها، أنس بن النضر، إني لأرى ريح الجنة من خلف أحد واهن لريحها. وكلمة واهن تفيد التعجب من كل شيء طيب، لما أقول واهن له من رجل يعني يا له من رجل لشدة الإعجاب والتنويه عنهم. لما تقول واهن لريحها للجنة يعني يا شدة جمالها أو يا لها من ريح طيبة. صحابة الكرام لرب عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول ابن تيمية في الصارم المسلول فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. يعني حنا لم يرضى الله عنا إلا أن نتبعهم بإحسان، من الاتباع بإحسان ألا نتنقصهم. يقول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. استدل ابن حزم في الفصل في الملل والنحل بهذه الآية على أن الصحابة جميعا من أهل الجنة. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. قال الثوري والسدي كما نقل ابن كثير هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال قتادة كما نقل الطبري هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا من قول ابن سعود في جامع بان علم وفضل من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله عليه فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقل تكلفا وأقومها هديا، مش قصيدة كلها تكلف وتنطع، وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. النبي قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عند البخاري من حديث عمران بن حصين. ونهى النبي عن سبهم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وصححه الألباني عن ابن عباس. ومن حديث ابن عمر لعن الله من سب أصحابي عند الطبراني صححه ابن الألباني في صحيح الجامع. وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني حديث ابن سعود صححه العلامة الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عند ابن ماجه. وهو المتفق عليهم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند صحيح الألباني لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال البخاري في التاريخ والترمذي بسند فيه ما قال عن عبد الله بن مغفل عن النبي عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا وإن كان فمن أحبهم فبحبي أحبه ومن أبغضهم فببغضي أبغضه ومن آذان فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأخذهم. وإن كان ضعيفا الحديث لكنه صحيح المعنى يشهد له ما قدمنا وما ذكرنا من الأحاديث. وعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى الله السماء ما توعد أتى أهل السماء ما توعد وإن آمنة وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما توعد يعني من الفتن. فلذلك الإنسان والحديث في ذلك كثيرة أيها الكرام الفضلاء. إن الذي يريد أن يكتب قصيدة ويكتب مثل هذه الأشياء لا مانع، لكن يا أخي الحبيب يكتب بصدق ويكتب ببر ويكتب بخير ويرجع فيه لأهل العلم
ولا يكون الإنسان شيخ نفسه فيضل فيضل ويضل ويضل. نسأل الله السلامة والعافية. أنا هذا ما أردت أن أنوه عليه وأعرج عليه ونحن في كلامنا هنا لكي نرى سبحان الله كيف الصحابة أبو بكر يصلي في حضرة النبي ويأم وينوب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إنسان يقول لك أواه يا أصحابه. النبي يقول كل كانت له يد علينا فكافأناه إلا أبا بكر كل خوخة, يعني كل باب إلى المسجد يسد إلا خوخة أبي بكر, رواه البخاري. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح الجميع.